الآن يتصل كثير من الناس يقول، خاصة الذين أتكلم عن الأزواج، وأنه يقع منهم الطلاق. ليش طلق؟ يقول عصبت، أغضبتني، قالت لي كلام جارح، قالت لي كلام كذا، منت ريال، منت قدها، تحداك أو رفضت أمرك أمره أو كذا أو كذا، طلقت. وجل هؤلاء يعني بعد ساعة ساعتين هي تندم وهو يندم كذا. طيب شو الحل؟ الحل مرتي بالبيت وأخطأت علي أو لم تسمع كلامي أو كما أخرج من البيت، أخرج من البيت، تعال تقهو عندي، ياك الله تعال تقهو عندي، قول المرة سويت وقالت وحطت وهذا كذا، هديك وارجع بيتكم. فالقصد أن الإنسان يعني ليس بالضرورة أن تتخذ القرار الآن، يعني غضبت ريح شوي، أخرج من البيت، تكلمك زوجتك، أنت ما فيك خير، أنت وحرجتك، أنت تتكلم بالدوامية، أي شلون أنت بسات طيبة، هي تعطيك من الصليات ها، سكر التلفون، انتهى الأمر، سكر التلفون وسكر الجهاز كله، جد والله، سكر الجهاز كله، البطارية خلصت، يلا، يجوز الكذب على الزوجة في هذه، طيب انتهى الأمر خلاص. القصد ان يعني امسك نفسك، لا تتصرف وانت غضبان. واكثر هؤلاء الذين يطلقونهم غضاب وكذا، يعني يطلقها وهي حائض، يطلقها البارحه مجامعها، يعني طلق بدعي يقينا، يعني غالبا 90% طلاق بدعي. الذين يطلقون في حال الغضب 90% طلاقهم بدعي، الا لم يكن اكثر من 90%، لان يطلق الان، لان الموقف حدث الان، لا يراعي قضيه حائض، نفساء، في طهر جامعها فيه، لا يراعي هذه الأشياء كلها أبدا. وهذا الغالب، المرأة يا أنك مجامع في طهر، في طهر، يا أنها نفساء، يا أنها حائض، إيش تبي تصير يعني؟ إلا إذا كانت حامل، هذا المخرج الوحيد، أن حامل طلق ليس بدعيا. فالشاهد من هذا، لا تتصرف وأنت غضبان أبدا، لا تتصرف وأنت غضبان، سكر الهاتف، اخرج من البيت، في الديوانيه اطلع من الديوانيه، باي شيء مكان اللي انت فيه اخرج منه، هدي شوي زين، ريح، ثم بعد ذلك فكر في الموضوع عشان تتخذ القرار الصح. لان عاده الذي يتخذ القرار وهو غضبان، القرار غلط، قرار غلط. لان الانسان لما يتصرف وهو غضبان قد يقتل، قد يفسد بيته، قد يتلفظ بكلام لا يحبه الله، يسب ويلعن كذا بسبب الغضب. وانتم تشوفون بعض الناس اذا غضبوا يقول ما قمت اشوف، لهالدرجه يصل به الغضب، يقول ما قمت اشوف، اتكلم ما ادري ماذا قلت. بل بعضهم والعياذ بالله قد يكفر، ياتي بكلمات كفريه في حال غضبه. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنحرص على أن نهذب هذه النفوس، قد أفلح من زكاها، أن نزكي نفوسنا وأن لا نتصرف في حال الغضب، والله المستعان. نعم.